بصدد مفهوم الاستعمار. الاستعمار في الواقع موجود ما قبل الرأسمالية. ألم يكن هناك استعمار مثلا روماني؟ ألم يكن هناك استعمار أثيني أو يوناني؟ ألم يكن هناك استعمار عربي؟ ألم يكن هناك استعمار في العصور الوسطى، استعمار فرنجي اللي نسميها الحروب الصليبية؟ كان هناك استعمار في كل المراحل التاريخية السابقة، كان هناك استعمار، واستعمار بغيض يعني وعنيف. دولة رومانية لم تكن استعمارا وحكمت المناطق الأخرى، حكمت مناطقنا في الواقع لمئات السنين. وأيضا العرب كان لهم استعمار، الفرس الأشوريين إلى آخره. فظاهرة الاستعمار موجودة، يعني سيطرت دولة على أو شعب على شعب آخر، أمة على أمة أخرى، سيطرت دولة على منطقة خارج إطارها، هذه موجودة. وطبعا كل استعمار في نهب الغنائم، يعني حتى نحن العرب في الواقع فتح يعني غزونا مناطق كثيرة ونهبناها، يعني ساهمنا في نهبها. الغنائم، مفهوم الغنائم، نهب شو الغنائم، وكل الشعوب يعني ساهمت، يعني الشعب الشعوب سواء الروماني اليونان العرب الفرس الترك إلى آخره، كلهم ساهموا في الواقع في عملية الاستعمار. وطبعا لدينا هذا كله في المرحلة ما قبل الرأسمالية. الاستعمار ظاهرة إذن مرتبطة بتاريخ التاريخ الطبقي للإنسان، يعني مرتبطة بالبنى الطبقية التي شهدتها المجتمعات البشرية سواء في الرأسمالية أو ما قبل الرأسمالية. ما قبل الرأسمالية كانت موجودة، النظم الطبقية التي ساغت ما قبل الرأسمالية كانت تلجأ إلى الاستعمار. كما قلنا الحروب، ما يسمى الحروب الصليبية أو الفرنجة، طبعا هي عملية استعمار شنيع، كانت استعمار استيطاني وشنيع، كان شنيعا جدا. الاستعمار الذي شهدته روما والدولة أو بالأحرى الإغريق، الحضارة اليونانية الكلاسيكية، وحتى المصريون القدامى مارسوا الاستعمار، والأشوريون والكلدانيون والفرس وكل الشعوب القديمة في الواقع مارست الاستعمار بالنسبة إلى جيرانها. ولكن هناك فرق طبعا، المرحلة الرأسمالية مرحلة استعمار بامتياز، لأن الاستعمار في الواقع مع مطلع الرأسمالية يعني ظهر الاستعمار في أشنع صوره. والاستعمار، ولا بل يمكن أن نقول إن الرأسمالية إلى حد كبير نشأت بفعل الاستعمار، يعني الاستعمار الميركانتالي أو التجاري كما يسمى، استعمار أمريكا واكتشاف أمريكا واستعمارها ونهبها، نهب الأمريكتين ونهب إفريقيا ونهب الهند والأماكن وأماكن أخرى في الواقع. هذا النهب على أساسه، وطبعا أيضا صاحبه استعباد شعوب بكاملها وخصوصا شعوب إفريقيا، فالاستعباد أيضا ونهب المستعمرات، هذه كلها ساهمت في قيام الرأسمالية. فيمكن أن نقول إن الرأسمالية قامت بالاستعمار بمعناه الواسع العريض، معناه النهبي، بمعنى نهب مقدرات الأمم الأخرى والقارات الأخرى واستعباد الشعوب الأخرى، بالإضافة إلى استعباد طبعا الشعوب في أوروبا نفسها. فعملية إذن قيام الرأسمالية قامت بالاستعمار وغذت الاستعمار. لاحظوا العلاقة الجدلية بين الرأسمالية والاستعمار، الاستعمار غذى الرأسمالية والرأسمالية غذت الاستعمار، وتطور الاستعمار حتى وصل إلى الإمبريالية التي لن نتكلم عنها الآن. يعني مع نهاية القرن التاسع عشر برزت الإمبريالية ظاهرة كونية، وحدت العالم تحت هيمنة عدد محدود من الأمم الغربية.
الآن الفرق بين هذه الخاطرة، يعني النقطة الأساسية في الخاطرة، أن الفرق بين الاستعمار القديم والاستعمار الرأسمالي أن الاستعمار القديم كان يترك المجتمعات على حالها. يعني مثلا الرومان لم يحدثوا تغييرا في نمط أنماط الإنتاج التي كانت سائدة مثلا في بلاد الشام ومصر. شو التغييرات اللي أحدثوها؟ فقط سيطروا على الدولة، وكل ما هنالك انه بدل من ان يذهب الفائض الى جيوب الطبقات المحليه، مثلا الطبقات المصريه المحليه، اخذ ينتقل الى روما، الى جيوب الدوله الرومانيه، الامبراطوريه الرومانيه. يعني هم بصوره عامه هذا الاستعمار القديم لم يغير شيئا في تركيبه المجتمع وفي بنيه المجتمع، وحتى في إلى حد ما حتى في ثقافة المجتمع، يعني لم يغير شيئا، لم يغير في البنية الاقتصادية الاجتماعية للبلدان المستعمرة. ما كان في تغيير حقيقي لا في البنية ولا في البناء الطبقي، ما كان في تغيير في الواقع. كل ما هنالك أنه أن هذا الاستعمار كان ينهب، يعني كان يشفط الفائض من هذه المجتمعات وينهب وأبقاها على حالها، لم يطورها، لم يغيرها، لم يحدث فيها تغييرات بنيوية. كل ما هنالك أنه نهبها، وأنه في الواقع يعني حول النهب من الطبقات المحلية إلى الإمبراطورية. فهذا كان طبيعة الاستعمار القديم. الاستعمار الرأسمالي يختلف. الاستعمار الرأسمالي أهم شيء أنه يعمل على على إحداث تغييرات بنيوية في المجتمعات المستعمرة، يعني لا يبقي هذه المجتمعات المستعمرة على حالها، وإنما يحدث فيها تغيرات بنيوية في البناء الطبقي وفي البناء الاجتماعي والبناء الإنتاجي، ويلحقها في المراكز الرأسمالية. فهو في الواقع يحدث تغييرات على مستوى أنماط الإنتاج، يعني يغير من أنماط الإنتاج ويلحق أنماط الإنتاج المحلية بالمراكز الاستعمارية. فهو استعمار أكثر عمقاً من الاستعمار ما قبل الرأسمالي، لأنه يحدث تغييرات بنيوية في المجتمعات المستعمرة، يغير من الأبنية الطبقية، يغير حتى من طبيعة الطبقات الاجتماعية، يغير من علائق الإنتاج، ويغير من قوى الإنتاج، ويوجه الإنتاج في اتجاهات قد تضر في البلد، عادة تضر في البلد المستعمر وتفيد المجتمعات المستعمرة. لاحظوا مثل ما عملوا الإنجليز في مصر مثلا، يعني ألزموا مصر بإنتاج القطن من أجل الإمبراطورية البريطانية على حساب الفلاح المصري وعلى حساب الإنتاج المصري، مثلا يجعلون مجتمعا فقط ينتج نفطا من أجل المراكز الرأسمالية، وليذهب سكان هذه المستعمرات إلى الجحيم. ففي الواقع تغييرات بنيوية لصالح المراكز إدامة هيمنة المراكز على المستعمرات، وليس بالتأكيد لصالح المستعمرات وليس لصالح الجماهير الشعبية في المستعمرات. فهذه سمة أساسية. طبعا هو يقوم بالنهج ولكن بطريقة ممنهجة، هو لا يكتفي بالنهج، هو يطور، يحول، يغير باستمرار من أجل السيطرة وإعادة إنتاج الهيمنة، ومن أجل سد الحاجات المتنامية مراكز الاستعمارية نفسها، ومن أجل في الواقع يعني أيضا النهب يكون ممنهجا، يكون نهبا ممنهجا، لا يترك الاستعمار الرأسمالي، لا يترك الأمور على حالها، وإنما يغيرها باستمرار، يعيد إنتاجها باستمرار لكي يضمن استمرار الهيمنة واستمرار النهب الممنهج. هذا فرق أساسي. لذلك الاستعمار عندما استعمر مثلا الوطن العربي كله، الوطن العربي كله استعمر، كان مستعمرا من جانب الدولة العثمانية، ولكنه استعمر
الدولة العثمانية كانت تستعمله بالطريقة القديمة، هي أيضا لم تحدث، يعني تركت الأمور تتدهور ولم تحدث أي تغيير في المجتمعات العربية، بالعكس يعني تكلس الوضع في الوطن العربي. كل ما هنالك أنها كانت تهتم بالجباية، يعني أهم شيء هو الجباية، ولكن تركت الأمور على حالها. فالدولة العثمانية كانت استعمارا من النمط القديم، أما الأوروبيون المستعمرون الأوروبيون عندما جاءوا إلى الوطن العربي فاستعمروه بالطريقة الجديدة، الطريقة الرأسمالية، وأحدثوا تغييرات كبيرة في بناه الداخلية، سواء كنا نتكلم عن المغرب ولا الجزائر ولا ليبيا ولا تونس ولا مصر ولا السودان ولا كنا موريتانيا ولا كنا نتكلم عن بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية، كلها أحدثوا تغييرات كبيرة جدا في البنى، وألحقوا هذه المناطق بالمراكز الإمبريالية والمراكز الاستعمارية، ألحقوها بعد أن غيروا فيها تغييرات كبيرة، يعني ألحقوها بحيث أنه فككوا السوق الداخلية، يعني وجهوا كل شيء نحو السوق العالمية، فهم شلخوا تشليخ المجتمع العربي وجزأوه وفتتوه وألجموا قوى الإنتاج فيه وامتصوا المواد الخام فيه وامتصوا خيراته. المهم بالأمر أنه لم يبقي هذا الاستعمار الوضع كما كان عليه في السابق، لم يبقيه على حاله. ولذلك الغلط الذي وقع فيه الكثيرون عندما نظروا إلى المسألة الوطن العربي المستعمر، فكروا انه يعني التحرر من الاستعمار هي فقط انه جلاء القوات المسلحه، كما حصل في افغانستان اليوم، انه الجلاء هذه نظره سطحيه جدا، الجلاء، وايضا يعني حطوا مثلا اليسار العربي تكلم عن انهاء يعني تصفيه مخلفات الاقطاع، يعني التخلص من مخلفات الاقطاع وتخلص من القوات العسكريه المحتله، يعني من الاحتلال المباشر. طبعا هذا الاحتلال المباشر ما زال موجودا في فلسطين، يعني احنا يتزامن، يعني في فلسطين نجد انه يتزامن اكثر من شكل من اشكال الاستعمار، يعني يعني شبكه من طبقات الاستعمار القديم مع الاستعمار الحديث، كلها متشابكة في استعمار فلسطين. هذه مسألة أخرى، سنتكلم عن استعمار فلسطين لاحقا في محاضرات أخرى، ولكن الآن نريد أن نركز على صورة عامة في الوطن العربي. الاستعمار المباشر ما زال موجودا، ولكن ليس هو الشكل الرئيسي للاستعمار. يعني هون الرأسمالية الغربية، الاستعمار الغربي لم يترك الأمور على حالها، وإنما أحدث تغييرات بنيوية كبيرة ليس لصالح الشعوب، يعني جزأ المنطقة لصالحه وليس لصالح الشعوب، سيطر على يعني بنى البنى الاقتصادية لصالحه وليس لصالح الشعوب إلى آخره، فهو في الواقع لكن غير. فهون وربط بنيويا، ربط الوطن العربي بنيويا بالمراكز الاستعمارية، هذه النقطة الأساسية. ولذلك المسألة لم تعد، يعني لا يجوز النظر إلى المجتمعات العربية كما ننظر إلى الأمم التي تكونت منذ زمن في ظل الرأسمالية، كالأمة البريطانية والأمة الفرنسية ثم الألمانية والإيطالية والأمريكية إلى آخره. لا، نحن هنا كل شيء ملجوم عندنا، حتى تطورنا ملجوم إلى آخر حد، فنحن لدينا ارتباط بنيوي، تبعية بمعنى الكلمة، تبعية بنيوية للمراكز الاستعمارية، تبعية بنيوية. ولذلك وطبعا هذه التبعية تعيد إنتاج البنى ما قبل الرأسمالية بطريقة جديدة تساعد على هيمنتهم على المجتمع، فهم يعيدون إنتاج التخلف، يعيدون إنتاج التخلف بطريقة وظيفية معينة، ولكن أهم شيء هم يعيدون إنتاج
هذه البنى، ولكن أهم شيء إنه هذه البنى ما لا لا يمكن عزلها عن بنية التبعية، لا يمكن عزلها عن بنية التبعية. فالفكرة القديمة إنه نحن نريد أن نلزم الاستعمار بالجلاء، إجلاء قواته، وأيضا التخلص من مخلفات الإقطاع، هذا يعني وهم. أنت لا تتخلص من مخلفات الإقطاع، مخلفات ما قبل الرأسمالية، إلا بتدمير الرأسمالية التابعة، لأنها مرتبطة ارتباطا بنيويا بالرأسمالية التابعة. وهذا ما أكد عليه ناس مثل سمير أمين ومهدي عامر في الواقع تحديد، وياسين الحافظ، وربما إلياس مرقص أيضا. يعني كان في تركيز على هذه المسألة. ففعلا يعني نحن لدينا بنية غلط، بنية ليست لصالح الشعوب، ليست لصالح شعوبنا مطلقا، ليست لصالح الطبقات الكادحة بالتحديد. فنحن إذا بإزاء مهمات أصعب بكثير مما كان يتصور. المسألة ليست فقط مسألة جلاء القوات، مع أنه هذا مهم، وليست مسألة التخلص من البنى ما قبل الرأسمالية، لأنه هذه ستظل موجودة ويعاد إنتاجها ما دام الكومبرادور التابع يحكم ويسيطر لصالح الإمبريالية. الطريقة الوحيدة هو فك الارتباط مع المراكز الإمبريالية بإجراء يعني بإجراء ثورات تقضي على البنى، على أنماط الإنتاج السائدة، يعني تقضي على الرأسمالية التابعة في الوطن العربي، وبحيث تتجه صوب تحكم الجماهير الشعبية في مصيرها وفي مواردها وفي بلدانها وأقطارها. هذه طبعا نقطة أساسية، ولذلك مهدي عامل تحديدا تكلم عن نمط الإنتاج الكولونيالي، قال إنه لدينا نحن ليس لدينا في الواقع نمط إنتاج رأسمالي على غرار ما هو موجود في المراكز، ولا نمط إنتاج قديم. نحن لدينا في الواقع ما يسمى نمط الإنتاج الكولونيالي، اللي هو عبارة عن تشابك ما بين أنماط الإنتاج القديمة ونمط الإنتاج الرأسمالي كما جاءنا من الغرب، كما جاءنا من المراكز الغربية. وأكبر تجنٍ لتبعية مجتمعاتنا للمراكز الاستعمارية هو تحديدا هذه البنية، نمط الإنتاج الكولونيالي الذي يعيد إنتاج البنى القديمة بطريقة جديدة، ويعيد إنتاج التخلف، ويعيد إنتاج تدني مستوى قوى الإنتاج، أي يعيد إنتاج البؤس والشقاء في الوطن العربي. ولذلك يعني هو أصر إنه الطريق الوحيد هي فك التبعية بتغيير نمط الإنتاج السائد صوب نمط إنتاج تنموي منتج اشتراكي التوجه. هذه ما أصر عليه مهدي عامل، وفي الواقع لأنه أدرك بعكس كثير من اليساريين أن المسألة ليست فقط مسألة جلاء قوات ومحاربة مخلفات ما قبل الرأسمالية، مسألة أعمق من ذلك بكثير، لأن الاستعمار الرأسمالي يختلف عن الاستعمار القديم، لأنه يحدث تغييرات في البنى ويلحق بنيويا المجتمعات المستعمرة بالمراكز الاستعمارية. أحببت أن أشير إلى هذا في ضوء بوستات وضعتها اليوم، ضوء منشورات وضعتها اليوم، كتبتها اليوم. هذه يعني إضافة تشرح مضمون ما كتبته. إلى اللقاء.